عليكم. أولا عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية جميعا، أسأل الله عز وجل أن يرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله. بالنسبة لهذه المبادرة ديال إضعاف الحمام، فهي مبادرة خديتها من إعلان المغرب حالة الطوارئ. الحمد لله كل مرة إن شاء الله كنجيب لهم اللقط، لأن بحكم الحجر الصحي الناس الحركه ديال الناس يعني قليله، يعني ملتزمين بالحجر الصحي، والحكم التنقل ديالنا للعمل وهذه كنستغلوا الظرفيه باش كنحاولوا نطعموا هذا الحمام حتى هو، لان حتى هو متضرر من هذه الجائحه سبحان الله. ونسال الله عز وجل ان يرفع عنا هذه الجائحه. وكنوصي كاع الناس اللي حداه شي سواء طيور ولا حيوانات يطعمهم لله لوجه الله، لا يعلم المرء باي حسنة يدخل الجنه. ونتمنى الله عز وجل يرفع علينا هذا الوباء، لان كل الحيوانات كل الطيور راه تهي علينا حق باش نطعموها ونعطيوها يعني حقها. ونسال الله يضيع اجر المحسنين ان شاء الله. ان الطيور والحيوانات كتعيش منا السيون، خصوصا اللي كي في الشوارع ولا في المدن هذه، ولا يعني كتعيش معنا يعني الحمد لله. انسان يحاول يقدم تاليهم هما الطعم، لان كاطعام انسان كاطعام حيوان كاطعام طيور يعني كلها اجر لله عز وجل، خصوصا في هذه الجائحه هذه اللي كتضرر منها سواء الانسان ولا الحيوان ولا الطير. ومن هذا المنبر ديالكم كنبغي نشكر كاع الناس اللي كيساعدوا كيقوموا بواحد العمل خيري، سواء الحيوانات سواء الطيور سواء الانسان. الحمد لله المغاربه بينوا على التضامن ديالهم في هذه الجائحه، وكنشكر كاع اللي ساهم، خصوصا الناس ديال الجاليه المغربيه، خصوصا الناس اللي يعني عطاهم ربي شويه الرزق يعني كيساعدوا اخوانهم في هذه الجائحه. وهذا هو المسلم اخو المسلم، لان الانسان سيضامن في هذه الجائحه يد في اليد من اجل افضل ان شاء الله. وبعد الجائحه نكونوا ان شاء الله قدوه للعالم.